سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارت شرفت بدن نولل إيا فرحادة يعني دين رجينينا مقال كان إن شاء الله وحي نقصه قادنا إنا حوتينتا إيا أودين تدفاع تلك ابن آدنك أما سيدا إنو حوتين إنو أما إنو سروق قادنا دفاعين وحي ترى نوليار المقابات يا وإنتا بدن قصه أرورا أما صو ويرارا أما هوي يقبض كاردكتا تشيركين نولاهاسي وحيابك لدوانا يسكو جيران قار وحا اللي رهدا تاكريس وواكوا ويرار يدولان توصي نغو صوقادا سياي نور ديباتيا إسلامر كان ويرار كودو يهي ميت بريرا وسي توصي وكو صوغاليو سي وحانو كوغو عبورو وكوغو نولاد قار كالانا waxay sameeyaan iyagu waxa loo yaqaan opportunistic pathogen oo iyagu fursadaha ay ka faa'iideystaan qaar ka mid ah jirkeena ayay ku nool yihiin oo iyaguna sidoo kale waa opportunistic oo fursadaha ay ka faa'iideystaan kuwa fursadaha ka faa'iideysta ama fursadaha la nooli waxay sameeyaan jirkeenu marka uu daciifo ama ay xanuuno kale ay diloodaan ama nafaqadu ay ka yaraato أما ومركا أودي سواي هوسو دعضو أما الدفاع تلكان وضعيفو أيه كواني سواكعان إياه ومركاس دفاع هوسو دعا أما وضعيفو أيهم باي وحينو قصمين كران هدبا مغالكا إن شاء الله وحينو كويغينا صدح هداد استعماشو صفيعان كوعاوينايا ووعاوينايا دفاع تلكاغا إيا أودادا waxa kale ka caawinaya noolaha ku soo weeraraya inay ka difaacaan noolaha fursada raadinayayna inaanay wax fursada haba yaraatay aanay siinin ayay inoo faa'iideynaya saddexdan oo si joogto ah loo qaato helitaanka saddexdan ama availability-goodu waa u sareeya meel kasta adduunka kaga nooshahay saddexdani waa saddex aad ka helayso waa herbal waana natural وانا أورجانيك انت بوايهين وكوة دبيعية ومركا دير لغا سميي اما دير كايمانايا ومركا اصليا و أورجانيك كوان ويا وصدح دكتادو آنكو عصبين سلاكين لغا يابا فايدة اي ليهين انان سي غطا دير انا دولا سعون هدبا صدح دان هدية اي نكو سوى دوانو لابا كان بدوابا كوة براكيسان وحدا دين تينا مخا لغاية موضوع علمية دا عافيمات يفايدوي كعافيمات اي ليهين حدا دين تايا ينوط الماما يسينا يقريهين اي لا نوي نقودن حبة السوداء دوا من كل داء حماسود سيدا حبيبكو ينوط شيغي طبعا حاديث تنا كحصا ودو وليبا وحي دوا تهي دمان حنونا دا اني كاد ويسو هدية تسيسة حالو قادة توالو استعماشا يالا إشاريا فإذا أسيب دواء الداء إنتا سيا دواء صعوتا هدية دواء حق ربي عيه كاتي مادا إلهي ما نوقفك دوية لكن هدية أمرك إلهي وقفك وكو دوين أيو مركاس أي كو دوابو أو فعل كحماسوطة استعمالين وكو دوابو كرو حنونا بنا قلبك كالي حنونا دا ساس أوردن ملبك مالاب كان العسل شفاء الناس او يساقنا وينو اغنهاي هالكا ويالو يأينو الدوايو من آدن كا يأينسان كا ينو دواو يهي هادابا سيدو كالا تونتا ايا يودنا وحي كامي تهي كوا لو يقانا انتي ميكروبيا لسكا اي انتي انفلميشن لسكا اي انتي اكسيدنت لسكا كوالي وحي رونتي لدقا لانتان ولها يلا المقاباتيكا او انتي ميكروبيا وحاني كوصا ما يساوا انتي اكسيدنت او جركينا سونتا iyo noolaha pathogen-ka ayay ka saartay gudaha inoo gala sidoo kale toontu waxay ka mid tahay xanuun baabiye oo xanuunka ayay naga baabiisaa saddexdana toontu way inoo qabataa hadaba sidee ayay kuwani difaaca jirkeena ay u kabayaan ama ay u hagaajinayaan ama markaas ay uga qayb qaadanayaan waxa qofku loo baahan yahay inuu joogteeyo haddii aad inta badan marka saliidda laga tuujiyo ee saliidda xamaasuudu ما فينا سديد حماسود وانا اكسنتين لكن تكسي في عني وحويا نمره هذا
سليد دا سو قرح الدياد استعماشو وحلي باعتاه هو اللي هاي مجرتو لكن ما دامو السليد عاليتي ولغا يابا قفكوينو كل الله بوضو لغا يابا ونحنونينو داريمو لغا يابا حلي يادا قار انو اي لبتو ويسكتاقو وحا قروح بضانينو وقا تمرها عاديقا انو حماسودة اما سيركا مرها حماسودة انو تونتو او سودو لو قاتو استاقو امركا حديقا او قادان ايا اي تحي حد يعضو معقولا تراكوبان او فراكو تيريسا يا لو بهان يهي قفكو ينو قريدو اما او شاها كو درسادو او آم بانين او فدوسكا حيوا هيرو بالكا وحا عاليسكا غير عاليسان انا دقادتو حلو يقان او فدوس اما حد داف ان حد كيدي يهي ناد كاقادتا اسكا يلالي دينا عكالي حبتو سودة هوالا توما او قفكو حاو كو درسان كرابيا ديرهم marka biyaha diiran lagu darsado difaaca jirkana way fiicnaysiisa cunahana way nadiifisa respiratory cleaner weeyaan oo qaybta hawo mareenka ee dunta iyo sababada iyo meesha inta badan hawadu ay noo soo marto oo dhan iyo wadada hawo mareenka ee esophagus-ka iyo qaybka urbeebka intaba waxay ka qayb qaadataa inay qofka ay nadiifiso dadka inta badan ay daashadaan hargabka iyo durayga iyo meelaha ay dhibaatooyinka inta badan qaybtaas oo mareenka ku soo laalaabta inay xamaasuuta la noolaadaan baa wax dadka cunay xanuun ku daashaday iyaduna sidoo kale ee qanja xanuun kale in iyaguna ay isticmaalaan ayaa wanaagsan xamaasuuta difaaca jirkana way xoojisaa waxaana ka hortagtaa inay la dagaalanka fayraska iyo bakteeriyada iyo fangaska sidoo kale oo qofka difaaciisa markuu xoogaysto intaaba uu iska qabanaya وقوبka kale runtii aadka u muhiimka ah waa malabka malabku waa saafi kareeyo aad u weyn waana awooday aad u culus waana waxtar iyo tayasiya nafaqeeya jirkeen intaba waa u yahay waa awooday oo difaaceena ayuu awoodeya waana nutritive oo wuxuu jirka siiyaa inuu nafaqoobo ayuu siiyaa oo qofka inta badan malabka qaata nafaqadinkiina waa ka helaya antioxidantskiina waa leeyahay oo beerkiisa waa u fiicnaanaya oo qashinka iyo suntii ayuu ka saaraya waanu ku awoodaysanaya nafaqana wuu ka helaya caafimaadna wuu ka helaya difaaci jirkiisuna waa ku xoogaysanaya intaba waa lagu arkayaa oo uu ka helaya taasina waa qodobka dabcan isaguna aadka u muhiimka ah loo baahan yahay inay xasuusnaadaan toonta biyaheeda waad ku radisa inta biyo ku ridada habeenkii oo aad cabto madax xanuunka lafa xanuunka dhabar xanuunka iyo curuqa xanuunka ayay daba ka tahay oo runtii ay aad ugu fiican tahay inay sideeda jeex yar soo qaadato cabitaanka markaad shiidanaysa aad ku dartana aad bay wanaagsan tahay oo xataa arrintii raganimada ayay u fiican tahay oo qofka raganimadiisa xataa ka qayb qaadata difaaca jirkana waa ay xoojisaa waxaanay ka qaadataa qofku inuu markaas qof caafimaad qaba uu noqdo xanuunaduna aanay diloonin ama aanay hore ugu dhicin midmid baynu xilliyada qaar u soo qaadan doonaa oo runtii aynu faa'iidooyinka ay leedahay aynu ku tibgarayn doonaa malabka oo si gooni aynu uga hadlayno xamaasuuta aynu si gooniya uga hadli doono muuqaal gooniya iyo sidoo kale toonta intaas aynu ku soo ururaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.